لكم في قناة توماستريم. خبرنا اليوم يمكن أنا مش مجهزة له أو محضرة له، وهو عن إغلاق قناة تيف الحب. طبعاً قناة تيف الحب قناة مليونية كلنا عارفينها، بتعتمد على الأخبار الفنية والأخبار اللي سبايسي. وفوجئنا النهاردة أن تم إغلاق قناة تيف الحب، بالإضافة إلى أنها قناة لها جمهورها وعدد كبير جداً من متابعيها. ودي مش أول مرة يتم إغلاق قناة تيف الحب. تم إغلاق قناة تيف الحب في وقت سابق عندما نشر فيديو عن الفنانة وفاء عامر وقدمت شكوى في قناة تيف الحب، وكان الفيديو بيتكلم عن الفنانة أيتن عامر وتهجمها على ريهام حجاج في فيلتها وإنها أجرت ليها بلطجية. وطبعا تم إغلاق القناة ورجعت القناة تاني، ولكن فوجئنا النهاردة إن قناة تيف الحب اختفت تماما. بس المرة دي تم إغلاق قناة تيف الحب بسبب انتهاكات سياسة المنتدى من قبل سياسة اليوتيوب. طبعا احنا بنتمنى الخير لكل الناس، ونتمنى ان قناة تيف الحب ترجع تاني وترجع بشكل جديد وبدون اي انتهاكات لسياسة اليوتيوب. بالتوفيق للجميع، وفضلا وليس امرا ادعمنا باللايك واشترك في القناة.